بسم الله الرحمن الرحيم. الليكتشر دي موجودة على الهنج ديزاين اوف هنج بيس كونكشنز. عشان يبقى فاهمين، احنا عندنا البيس كونكشنز نوعين، يا اما هنج بيس يا اما فيكس بيس. لما يكون عندي هنج بيس يبقى انا العمود بيبقى عليه اكسل فورس بس وشير فورس. لما يكون عندي فيكس بيس يبقى البيس دي عليها اكسل فورس شير فورس وعليها ايه مومنت. دي اشكال مختلفه للهنج بيز. هنج بيز يعني ايه؟ يعني اذا هي بتمنع الحركه الهورزونتال والفيرتيكال، انما بتسمح بالايه؟ بالروتيشن. عشان كده احنا مسميها ايه؟ هنج. وبالتالي هي بتترانسفير اللود من الستيل كولم للار سي بيدستال الموجود او الفاونديشن، وهي بتمنع بس حركه في اتجاهين اللي هو الحركه الهورزونتال والايه؟ والحركه الفيرتيكال، انما بتسمح بالايه؟ بالروتيشن. عشان كده المومنت عندها قيمته كام؟ بصفر. لو فرجنا على البيز ديتيلز هنلاقي ان البيز ديتيلز عباره عن ايه؟ زي ما شايفين ستيل كولم بينزل على ستيل بليت، والستيل بليت ده بيانكر بتو بولز في الايه؟ في البيدستال او الفاونديشن. وبالتالي لو احنا عايزين نقول ايه هي الكومبوننتس اللي احنا هنصممها في الحاله دي، اول حاجه هنصمم اللحام بين العمود والبليت، وبعدين هنصمم البليت نفسه خلاص، وبعد كده هنصمم الايه؟ الانكور بولز اللي هي تمسك البليت في الايه؟ في الخرسانه. هما دول الثلاثه ايتمز الرئيسيين اللي انا مصممهم. بعد كده بيبقى في دايما، عشان دايما الخرسانه ما تبقاش سطحها افقي تماما، بنعمل حاجه اسمها جراوت عشان نعمل ايه؟ ادجاست ليفلنج. عشان ادجاست ليفلنج، عشان طبعا في الموقع العمود لما بينزل بالبيس بليت بتاعه بيتحط على البيدستال لازم تحط حاجه بينهم ايه؟ افقيه تماما، فمنحش ايه؟ جراوند. بس ده مش ايه؟ ملوش دعوه بالديزاين. يبقى انا لو هاجي اصمم الويلد بتوين الكولم والبليت، وهصمم البيس بليت يعني دايمنشنز ان بلان اند سيكنس، وهصمم الايه؟ الانكور بولز. البيس بليت دوت بياخد اللود بتاعه كاكسل فورس ويوزعه على الايه؟ يعني بياخد اللود من العمود ويوزعه على الاريا ايه؟ بتاعت الايه؟ الخرسانة. وبالتالي الاريا بتاعته ببساطة شديدة هي عبارة عن الفورس مقسومة على الالاو بيرنج ستريس اللي جاي من الخرسانة تحت. عشان نقدر نفهم الكلام ده تعالى نبص على الاكزامبل البسيط اللي عندي. الاكزامبل البسيط ده انا عندي عمود ببرود فلانج اي بي من 300، الشير عليه 3 طن والفيرتيكال فورس عليه 30 طن. اول حاجة عايز اصممها هي البيس بليت، فعايز اعرف ابعاده اللي هي بي ودي، واعرف تخانته، وعايز اعرف اللحام بين العمود وبين البيس بليت ده قد ايه كسيجنس ولينس كسايز ولينس، وعايز اصمم الانكور بولت يعني اصمم الدايمتر بتاعها واللينس بتاعها. عشان نبتدي نشوف ازاي نجيب الاول الدايمنشنز بتاعت البيس بليت. عشان نجيب الدايمنشنز بتاعت البيس بليت بنقول ان الافكتيف اريا من البليت اللي تحت العمود هي عباره عن 0.95 من الدبس بتاع العمود و 0.8 من الفلانجة بتاعة العمود، هي دي الاريا الافكتيف. بضيف لها جزئين، طبعا لازم البيس بليت يكون اكبر، ابعاده اكبر من الفوت بلينت بتاعة العمود خلاص، فبضيف بره في مسافة زي ما نقول مثلا ايه 5 سنتي ولا حاجة كده من الجهتين خلاص، ومن فوق الارقام اللي هي 0.95 اتش و 0.8 اتش و 0.8 بي اف، عشان اوصل لارقام ايه؟ راوند فيجرز. دي تبقى عباره عن البيز الدايمنشنز بتاعت البيز بليت. البيز بليت ده جاي عليه كومبريشن فورس هيوصلها للخرسانه، فعشان ما يحصلش كراشنج للخرسانه تحت البيز بليت ده لازم البريشر اللي جاي من البيز بليت على اللي قاعده الخرسانه يبقى اقل من البيرنج ستريس اللي تقدر تشيل القاعده. طب البيرنج ستريس بجيبه منين؟ بجيبه من كود الخرسانه، بشوف الاف سي يو بتاعت الخرسانه، وبشوف الضغط المحوري اللي بيستعمله هذه الخرسانه. فلو فرضنا ان مثلا ان الالاوبل في خرسانه مثلا 300 كيلو على سنتيمتر مربع اف سي يو، بيبقى الالاوبل الضغط المحوري حوالي 70 كيلو. فاللي انا بقوله ايه؟ بقسم النورمال فورس على اللي هي جايه من العمود على البي في الدي، يبقى انا بقسم النورمال فورس على الاريا بتاعت البيس بليت.
فبلاقي انها بتديني في حدود 23 كيلو على سنتي متر مربع، وهذا الرقم اللي هو 23 كيلو على سنتي متر مربع ده اقل من ال 70 كيلو ايه اللي هي الالاوبل ايه بيننج ستريس. وبالتالي بقول ان الدايمنشنز الموجوده دلوقتي هي سيف. اول حاجه هي 5 سنتي اكبر من الافكتيف اريا من كل جهه، خلاص، وايه بتقدر ايه والبيرنج ستريس ايه سيف. انا بقول ان البيس بليت ده بيرفرف من كل ناحيه، من كل ناحيه، خلاص، جزء اللي هو ده، فده كانه ايه كانتريفر. وبما ان الكانتريفرز كلها الاسبان بتاعها 5 سنتي، والبريشر اللي جاي لي من تحت عباره عن ال 22.9، فبقدر اقول 22.9 في 1 في 5 سكوير على 2 كانها كانتريفر. بجيب المومنت اللي بيأثر على ايه؟ على قطاع الايه؟ على التخانه بتاعت البيس بليت ده. انا بعمل كده ليه؟ عشان اجيب تخانه البيس بليت. لان الجزء ده كانه ايه؟ الجزء ده كانه ايه؟ كانتليفر. كانه كانتليفر. بقول ان انا عارف ان سيجما بتساوي ام في واي على اي. المعادله دي بيوصلني ان تي بليت بيساوي جذر 6 ام على الالاوبل ستريس في 1. بما ان السكشن ده ريكتانجولار سكشن فالالاوبل ستريس بتاعته والالاوبل ستريس 1.72 مش اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 0.72 في اف ايه؟ ييلد. احنا فاكرين الالاوبل ستريس كان 1.4 و 0.58 اف ييلد لو سكشن نان كومباكت، لو سكشن كومباكت بيبقى 0.64 اف ييلد، ولو سكشن ريكتانجولار وكومباكت بيبقى 0.72 اف ييلد. فالالاوبل ستريس 1.72. فبضرب 6 في المومنت. انا فرض هنا الشريحة اللي انا واخدها دي عرضها 1 سنتي، يعني واخد شريحة كده عرضها 1 سنتي، عشان كده طلع الايه تخانة ايه 0.99، باخد التخانة ايه 1 سنتي. ادي الواحد، ادي البي هنا. لو انا طبعا خدت المومنت التوتال على المسافه دي كلها، يعني لما حسبت خدت الفورس اللي في الاريا دي كلها، يبقى اقسم على ايه؟ على العرض اللي هو ايه بي. طيب عرفت تخانه البليت وطلعت ابعاده. عايز اصمم الولد. الولد بسيط قوي. انا عندي خطوط لحام، ممكن طبعا احط خط لحام هنا وهنا، ودول بيشيل ويشيل، فبقسم الكيو على طول الولد. ممكن الحم حوالين اول اوفر اراوند القطاع، او ممكن الحم ايه بس مثلا حاجه كده زي خطين اللحام هنا. والنورمال فورس بفترض برضه نورمال فورس مقسوم على نفس القطاع، وبعدين بعمل ايه ايكوفالنت ايه ستريس. وده بفترض هنا ان انا بشيل الكونتاكت لو 100% كونتاكت، بشيل لو 100% كونتاكت، يعني لو طبعا انا بفترض زيرو كونتاكت في المساله دي. يعني ايه زيرو كونتاكت؟ يعني كل الاكسل فورس والشير فورس اللي جايه في العمود بتتنقل للبيس بليت عن طريق اللحام. لو انا فرضت 100% كونتاكت، يعني جيت عملت القاع بتاع العمود ده والماشينت، وبالتالي هبص الاقي ان انا مش هشيل ايه هصمم فور شير اونلي. لو 70% كونتاكت يبقى هصمم للشير وجزء من النورمال فورس. انما هنا انا فرض ان هو ايه زيرو كونتاكت، يعني انا كده بقى ايه بفترض ان اللحام بتاعي بيشيل كل حاجه. بعد كده بصمم الانكر بولز. الانكر بولز بما ان انا عندي في الكيس دي العمود بيدي كومبريشن فورس على البيس بليت، والبيس بليت بيكمبريس بيعمل كومبريشن فورس على الفاونديشن، وبالتالي انا باي بيرنج على طول اللود هيتنقل ومش محتاج الانكر بولز اعمل لي حاجه. يبقى الانكر بولز دورها هنا ايه بس؟ انها هتقاوم ايه الشير عشان تمنع البيس بليت والعمود انهم يتحركوا هورزونتالي ريلاتيف لمين؟ للفاونديشن. فبالتالي انا عندي شير فورس 3 طن، بقسمها بحط 2 انكر بولت، وبحط الانكر بولز دايما على النيوترال اكسس او فيري كلوز من النيوترال اكسس. يعني لو محتاج 2 بحطهم على النيوترال اكسس، لو محتاج 4 بحطهم حوالين النيوترال اكسس. ليه؟ علشان يبقى هي هنج وتسمح بالروتيشن، لان لو حطيتهم بعيد هيعملوا فيكسيشن للقعده. فبلاقي ان كل انكر بولت محتاج يشيل 1.5 طن. بحسب الار شير بتاعت المسمار بتطلع 2.45، وبحسب الار بير بتطلع 8.64، الكنترولنج هو الار شير، يبقى انا ايه سيف، لان 2.5 اقل من 2.45. طيب السؤال الثاني، طب الانكر بول ده هيبقى امبيدد قد ايه؟ انا
بما انه عليه شير بس معهوش اي فورس تانية، انا بقى امبيد جوه الخرسانة 50 سنتي او 20 فاي، ايهما ايه اكبر؟ ايهما اكبر؟ ففي الحالة دي في الغالب انا عندي هنا 20 فاي 40 سنتي، وهاخد ال 50 سنتي كايه امبيدمنت لينس، وانتهينا على كده. طيب ساعات الانكر بول ده لو كان النورمال فورس اللي على العمود تنشن بقى، يعني زي مثلا الكيس بتاعت وين، فبيحصل سكشن لفوق للمبنى، فالمبنى وزنه مش تقيل فبيحاول يطير لفوق. في الحاله دي الانكر بولت بتاعي لازم يقاوم ايه؟ كل حاجه، يقاوم الشير الايه؟ الشير والتنشن. في الحاله دي بشيك على المسمار ده بانتر اكشن فورس، انتر اكشن ايكويشن، عباره عن بشوف الشير بتاعه مثلا، بالشير بقسمه على اتنين، والتنشن بقسمه على اتنين مثلا بولز، وبتاكد ان المعادله بتاعت الايه اللي هي زي المعادله ديت اللي هي موجوده، اللي هي انتر اكشن ايكويشن موجوده عندي، اللي هي معادله انتر اكشن ايكويشن دي متحققه. وده اكزامبل لو مثلا البولز سبجكتد ل 21 طن ايه تنشن مع الثلاثه طن الايه الايه الشير، بضطر استعمل ايه المعادله. في الحاله دي بقى اللينس بتاع البولت مش هيبقى مجرد امبيدمنت لينس، لان انا ممكن البولت ده يطلع من مكانه لانه عليه تنشن. ففي الحاله دي بحسب البوند بين البولت، بحدد طول الانكور بطول البوند بين البولت وبين الخرسانه. بحسب ايه؟ بحسب ال بولت الامبيدد لينس. بقول ايه؟ ان الـ ان الاف المفروض الاف بوند بتساوي ايه؟ 2 باي ار اللي هو البريمتر بتاع المسمار في طوله في الاف بوند اللي بجيبها من الخرسانه، من الكود بتاع الخرسانه اللي هي بوند بين الحديد والخرسانه. انا عندي ايه؟ انا عندي تنشن فورس على المسمار، عندي الدامتر بتاع المسمار، وبالتالي اقدر احدد ال 2 باي ار. عندي الاف بوند بتاع الخرسانه، لان انا عارف الخرسانه مثلا 300 كيلو على سنتيمتر مربع اف سي يو، بجيب مين؟ ال بي. ال بي ده المفروض يبقى اكتر من كام؟ 50 سنتي، لان ده المينيموم، وبحطه بالطريقه دي. طيب ساعات ال بي ده بيطلع طويل جدا، فبالتالي ما اعرفش اعمل ايه. ما يعني مش معقول مثلا القاعده تكون مثلا الدرس بتاعها مثلا 80 سنتي ويطلع لي ال بي مثلا 120 سنتي. طب ما انا هعمل ايه؟ هخرم القاعده في 80 سنتي وبعدين 40 سنتي يقعدوا في السويل تحت. فاللي بيحصل في الحاله دي بنحط حاجه اسمها ووشر بليت. الووشر بليت ده الووشر بليت ده بيعمل ايه؟ بيعمل عشان يطلع، لانه مربوط في كانه اريا مربوطه في اخر الايه؟ البولت. عشان يطلع لازم يشيل قدامه جزء كبير جدا من الخرسانه، كون الخرسانه قدامه. فبالتالي بيبقى في الحاله دي البولت بيريزيست، مش بالبولت بقى، بيريزيست بالبيرنج بتاع الوشر بليت اجنسي الخرسانه. ده كان اكزامبل او شرح للايه؟ للموضوع ايه بتاع الهنجد بيس.